Recording in progress. بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، واجعله شفاء لنا ورحمة وهدى ونورا وحجة لنا يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات لحضور هذه الدورة التجويدية المكثفة، وأرجو الله تعالى أن تكون هذه مجالس علم تحفها الملائكة وتبسط أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وأن يجعل هذه الأوقات أوقات خير وبركة ونفع لنا جميعا بإذن الله تعالى. طيب، نبدأ بإذن الله من حيث وقفنا المرة الماضية في مخارج الحروف العربية. مخارج الحروف العربية لها 5 مخارج: الجوف، الحلق، أحرف اللسان، الشفتان، الخيشوم. نذهب إلى الجوف، ويشمل تجويف الحلق وتجويف الفم. الجوف هنا لا يقصد به جوف يعني بطن الإنسان. الجوف هنا هو تجويف الحلق أو تجويف الفم، إما تجويف الحلق وإما تجويف الفم، وتخرج منه الحروف. أولا الحروف المادية الثلاثة: الألف والواو المادية والياء المادية. قولوا معي لاحظوا كيف تخرج الألف المادية من هذا المكان. يخرج الهواء والصوت المادي الواو الألف الياء من هذا المكان. نسبت حروف المد إلى المجرى الصوتي كله الجوف لأنها تخرج بأقل انضغاط للصوت، فيكون اللسان في وضع الراحة في الألف ويرتفع وسطه في الياء ويرتفع أقصاه في الواو مع انضمام الشفتين فيها. لاحظوا اللسان، هذا هو اللسان الذي نتحدث عنه. في وضع الألف، في وضع الألف المادية، اللسان في وضع الراحة، ما يبذل جهد ولا يرتفع ولا ينخفض ولا شيء. شوفوا الواو وتحسسوا الواو المادية كيف يكون وضع اللسان. ربما لا يظهر جليا أو واضحا أو ملموسا أو لا نستشعره تماما، لكن هكذا حقيقة عندما نلفظ الواو المادية. اللسان هكذا يصبح شكله عند لفظ الواو. أما الياء المادية فانظروا إلى الياء، إلى اللسان كيف يكون. يي إي إي هكذا يكون شكل اللسان عندما ننطق الياء، هنا عندما ننطق الواو، هنا بوضع الراحة عندما ننطق الألف. تمام. ونسبت الواو والياء غير الماديتين إلى مخرجيهما لأن انضغاط الصوت فيهما أكثر منه في الماديتين. الواو والياء غير الماديتين مثل أو أي، أو الواو المضمومة غير مادية، أو الياء المتحركة غير المادية، نسبت إلى مخرجيهما لأن انضغاط الصوت فيهما أكثر منه في الماديتين. في الحال المادية انضغاط الصوت يكون أقل وأخف. تمام؟ طيب، هذه لا أريد أن أعقد الأمور لكم، الأمور الفيزيائية والطبية والتشريحية للسان، لكن خذوا هذه المعلومات الآن بشكل يعني عام، بصورة عامة، لأننا نحتاجها لاحقا في معرفة الأخطاء الشائعة لما نرى قارئ يقرأ الحرف وتخرج معه الكلمة بطريقة خطأ. لماذا؟ ربما لأنه يضغط، عنده ضغط للصوت أكثر، ربما عنده ارتفاع للسان أو لوسط اللسان أو لأقصى اللسان أكثر، فيخرج معه الكلمات فيها نوع من الخطأ. ولذلك الآن نذهب إلى تشريح اللسان وتشريح الفم وتشريح مخارج الحروف، نأخذها بشكل عام. هكذا تكون هكذا يكون الصوت، وهكذا يكون وضع اللسان والحرف عند النطق به. الآن الحلق. الحلق له 3 مخارج، وهي يعني تتضمن وتشمل 6 حروف التي هي حروف الإظهار. هذا هو الحلق من هنا إلى هنا. طيب، في هذا الحلق، في هذه المساحة، عندنا أقصى الحلق، هذا أقصى الحلق، وعندنا وسط الحلق،
وعندنا أدنى الحلق. أقصى الحلق مخرج الهمزة والهاء، همزة وهاء. ووسط الحلق عندنا مخرج العين والحاء. أما أدنى الحلق فعندنا الغين والخاء، الغين والخاء. 6 حروف، كل يعني جزء من هذا الحلق يخرج حرفين، وهذين الحرفين في الحقيقة ليسا من مخرج واحد على يعني على سبيل الدقة 100%. لو أتينا بالمجهر واقتربنا من الهمزة والهاء سنجد أن الهمزة لها مخرج من أقصى الحلق، والهاء لها مخرج آخر من أقصى الحلق. هو الهمزة والهاء من أقصى الحلق، ولكن هذه من مخرج وهذه من مخرج من أقصى الحلق. العين والحاء من وسط الحلق، ولكن لو اقتربنا بالمجهر العين ستكون من مخرج في وسط الحلق، والحاء ستكون من مخرج آخر من وسط الحلق. واضح؟ ولذلك عندنا عين وحاء، ولذلك عندنا غين وخاء، ولذلك عندنا همزة و... لا يوجد مخرج واحد للحرف، مخرج واحد تماما للحرف، إنما هناك فرق ربما يكون دقيق وبسيط جدا جدا، ولذلك تتمايز الحروف بعضها عن بعض. قولوا معي، تعالوا نستكشف هذه المخارج 6 أو 3 والستة لهذه الحروف. قولوا معي، قولوا معي، ها ها ها. أنا أضع همزة قبل الحرف الساكن من أجل أن نسكن الحرف ويعني نستكشف مخرجه. الأرض، الأرض. الآن حرف الهاء. تعالوا نذهب إلى العين والحاء. أع، أع. كرروا وراي أرجوكم، كرروا الجميع، كرروا وضعوا إصبعكم على الحلق واستكشفوا هذه الحروف. أع، أح، أح، أع. الآن سنذهب حرف حرف لنرى كيف يخرج وكيف نخرجه من مخرجه، لكن الآن بشكل عام. أغ، أغ، أخ، أخ. مخارج الحروف الحلقية ربما تكون صعبة على غير الناطقين باللغة العربية، وهنا تظهر مهارة المعلم الذي لا ييأس من طلابه المبتدئين، والذي يحاول معهم ويكرر معهم مرة ومرتين وثلاثة وعشر وعشرين ومئة مرة حتى يستخرج الحرف الصحيح من مخرجه. فلا تقبل ولا تقبلي من الطلاب المبتدئين ولا المتقدمين، إذا كان الواحد متقدم وعنده أخطاء في التجويد أو في مخارج الحروف، لا تقبل منهم الخطأ حتى لا يعتادوا عليه، فيصعب عليهم لاحقا وفي المستقبل تصحيح هذه الأخطاء التي درجوا عليها واعتادوا عليها. وأعطوهم الثقة بأنفسهم وقول لهم الجهاز الصوتي والحلق الذي عندكم مثل الحلق والجهاز الصوتي الذي عندي، كما أنا أستطيع إخراج العين والحاء والغين والخاء، فبإمكانك أن تخرج هذه الحروف، ومع التدريب والمحاولات سوف يخرج الحرف وسوف يقرأه بشكل صحيح. أقصى الحلق، أقصى الحلق هو مخرج الهمزة والهاء، تخرج الهمزة الساكنة بانطباق الوترين الصوتيين، وتخرج الهمزة المتحركة بتباعد الوترين الصوتيين. أما الهاء فتخرج بانفتاح الوترين الصوتيين انفتاحا جزئيا. سامحوني على ربما يكون الكلام جديد أو غير مفهوم بشكل كامل للبعض، لكن هكذا هي الحقيقة عندما نخرج الهاء والهمزة. الوترين الصوتيين كما ترون هذه الأوتار الصوتية. تخرج الهمزة الساكنة بانطباق الوترين الصوتيين. هناك وتر صوتي، الوتر الصوتي هنا الذي خلقنا الله عز وجل بهذه الطريقة وبهذا السيستم الصوتي، هذا النظام الصوتي، هناك شيء اسمه وتر صوتي، الأوتار الصوتية. إذا انطبق الوترين الصوتيين خرجت الهمزة، نقول أ ال أ، تمام؟ الهمزة المتحركة بتباعد الحرفين، نقول أ أو إي، أ أو إي.
إذا سكننا الهمزة ينطبق الوترين صوتيين، إذا فتحنا الهمزة أو حركناها يعني بالفتح أو الضم أو الكسر سوف يتباعد الوترين الصوتيين كهذا الشكل تماما عند الهمزة المتحركة. أما الهاء فتخرج بانفتاح جزئي، نقول ها ها. لو أغلقنا الوترين الصوتيين أصبحت الهاء همزة، لكن ينفتح قليلا، ينفتح جزئيا فتخرج الهاء. أ هذه همزة ساكنة، أ فتحة، إي كسرة، أو ضمة، أ أو إي. الهاء ها هو هي. المكان جدا دقيق، الهمزة والهاء من هنا، لكن الهمزة بتباعد الوترين الصوتيين، الهمزة طبعا المتحركة، الهمزة الساكنة بانطباق الوترين الصوتيين، أما الهاء بانفتاح جزئي لهما. ماشي الحال؟ في سؤال شيء؟ الحمد لله الكلام مفهوم ويسر، جزاكم الله خيرا، الحمد لله. طيب لوسط الحلق. وسط الحلق هو مخرج العين ثم الحاء. العين، هذه العين من هنا، وهذه الحاء. أع أح، قولوا معي أع أح ع عو عي، ارفعوا أصواتكم ع عو عي ع عو عي. الحاء ح حو حي، ح حو حي. أولا العين ثم الحاء أع. لاحظوا العين هنا، لاحظوا الحاء هنا مرتفعة قليلا، صحيح؟ لو عملنا خط مستقيم هنا، العين أولا ثم الحاء، واضح؟ الحلق، أدنى الحلق، منطقة جذر اللسان مع الحنك اللحمي، مخرج الغين ثم الخاء. الغين مرتفعة قليلا، ما زلنا في الحلق ولكن مرتفعة قليلا. أغ غ غو غي غ أغ أغ غ غ غو غي أغ أغ. الخاء أيضا مرتفعة أكثر من الغين، الغين أولا ثم الخاء، هنا الخاء. أخ 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 إخ خا خو خي خا خو خي خا خو خي. وين أختي رحاب هنا؟ ستكونين أختي رحاب، أين رحاب؟ أنا هنا. طيب أنت هنا كو هوست الآن، حتى يعني المساعدة في يعني ربما نعم ميوت، جزاك الله خير. إن شاء الله. إذا هذا الحلق، أدنى الحلق، مخرج الغين ثم الخاء. لما نقول أدنى الحلق، هذا أدنى الحلق وهذا أقصى الحلق، هذا أقصى وهذا أدنى. أدنى قريب للفم، قريب للسان. أقصى البعيد، المسجد الأقصى، المكان الأقصى، المكان البعيد. إذا هنا أدنى، هنا أقصى. هذه مخارج حروف الحلق التي هي إيش؟ مخارج حروف، هي حروف الإظهار. الآن مخرج القاف، أقصى اللسان مع الحنك اللحمي. قولوا معي أق. لما نقول جميعا أق، اللسان هكذا يكون شكله، وهكذا ينطبق، وهكذا يتحرك، تمام؟ هذا القاف. قا قو قي، كرروا كرروا أرجوكم، قا قو قي. أق أق الحق ق أق. لو أتينا بكاميرا ونستطيع أن نرى يعني من خلال هذه الكاميرا وخلال الوجه والطرفين، سنرى اللسان كيف يتحرك ويلتصق بالحنك اللحمي. أق الكاف قريبة جدا للكاف، انظروا أقصى اللسان مع الحنك اللحمي والعظمي، هذا حنك لحمي قريب، وهنا حنك لحمي وعظمي قاسي. طيب الكاف أقصى اللسان مع الحنك اللحمي والعظمي، شوف كيف يشترك الحنك اللحمي والعظمي، هذا الحنك الجزء الطري
وهذا الجزء القاسي العظمي، وهنا تخرج القاف، عفوا الكاف، ك ك كو كي، ك ك ك ك ك كو كو كي كي. بجميع الحركات الكاف واللسان يلتصق مع الحنك اللحمي والعظمي بهذه الطريقة. الجيم من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى، وسط الحنك الأعلى، هذا وسط الحنك الأعلى، هذا الحنك كله، هنا لحمي هنا عظمي، هذا هو وسط الحنك. قولوا معي اج 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 ج ج ج جو 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 جي جي جا جو جي جا جو جي. هذه الجيم، هذه الجيم، جا جو جي. اج البروج، البروج. جاء جابر ومعه دجاجتان، جاء جابر ومعه دجاجتان. طيب الشين من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى، اش اش اش، ش ش شي شو، ش شي شو، هذا مخرج الشين، اش شو ش شي اش. الشجرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مخرج الياء غير المادية من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى، تمام، من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى. قولوا معي أي، أي ميمون، أي يو يو، ولو يؤاخذ يو 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 يو. لاحظوا، هل تلاحظون اللسان وسط اللسان يرتفع إلى وسط الحنك الأعلى؟ يو 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 يو، يا يا يي يي، حتى في الكسرة والفتحة والضمة اللسان يرتفع إلى وسط الحنك الأعلى، هذه الياء غير المادية. مقارنة بين مخارج الجيم والشين والياء غير المادية، مخرج الجيم اج اج اج، لاحظوا اللسان، مخرج الشين، لاحظوا اللسان، في الجيم اللسان يلتصق، الشين ينفرج قليلا، مخرج الياء غير المادية ينفرج أيضا قليلا، اي اش اي اش اج. إذا اللسان هنا يشترك مع في إخراج 3 حروف، الجيم والشين والياء غير المادية، لأن الياء المادية اللسان لا يكون في هذه في هذا الارتفاع الكثير. مخرج الضاد، واللغة العربية لغة الضاد، حافة اللسان مع ما يجاورها من الأضراس العليا. اللسان تقريبا كله من جذره إلى وسطه إلى حافته إلى طرفه يشترك في إخراج حرف الضاد، حافة اللسان مع ما يجاورها من الأضراس العليا. هذه منطقة، المنطقة الصفراء، منطقة تلامس من غير ضغط، هنا منطقة تلامس من غير ضغط. أما المنطقة هذه هنا، هذه منطقة ضغط واتكام، اللسان يضغط هنا كثيرا حتى تخرج الضاد. نقول الأرض، فيقول ولا الضالين ولا الضاء، نأخذ وقتنا في لفظ الضاد، الضاد تحتاج إلى وقت حتى تلفظها، لا تستعجلوا بها، قولوا ولا الضاء. الضغط يكون من هذا الجزء، تمام، إلى الحنك الأعلى، ولا الضاء ولا الضاء. أريد من يتطوع ويقول لي ولا الضالين. نعم، آسيا، آسيا ثم فؤاد، خذي وقتك أكثر، ولا الضاء. تمام، هناك أخطاء تقع شائعة عند البعض، يقولون ولا الضالين، الضاد ليست ضاء، الضاد حرف والضاء حرف آخر، لا نقول والأرز،
ولا الظالين، هذا خطأ، لأنه عندنا ضاد وعندنا ظاء. ولا الضا، تفضل يا فؤاد. ولا نعم، عند الضاد والألف هذه سنأخذها لاحقا، نفتح الفم، نفتح الفم عند الفتح، لا نقول ولا الضو، تصبح ضمة، ولا الضالين، لا لازم أن نقولها بفتحة، ونفتح الفم، ولا الضا، ولا الضالين. الخطأ الشائع في هذه الكلمة أحيانا الناس لا يفتحون الفتحة أو الفم بشكل جيد بشكل كافي، فتخرج الفتحة ويخرج المد مشوبا بالضم، ولا ولا الضالين، هذا خطأ، سنأخذ لاحقا إن شاء الله. تفضلي نسرين. ولا الضالين، انتظري قليلا، لا تستعجلي في لفظ الضاد، قولي ولا الضاد، وقت، وقت للضاد. نعم أحسنت، بارك الله فيكم. دعونا نذهب إلى اللوحة الثانية، هذا أدنى الحافة، حافة اللسان، هنا لا يوجد الضغط الشديد، هنا تلامس فقط، هنا تلامس، طرف اللسان يلمس هذه المنطقة الصفراء، أما منطقة الضغط ومنطقة الجهد والمنطقة التي يشتغل عليها اللسان للفظ ولنطق ولصناعة حرف الضاد، هذه المنطقة، انظروا هذه المنطقة، هنا اللسان يتكئ فوق على هذا الجزء من الحنك الأعلى، يتكئ اتكاء شديد، ثم تنفجر الضاد، ولا ضا ولا ضا، وهكذا. الآن مخرج اللام من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه، هذه اللسان، هذه المنطقة التي يلامس فيها اللسان، هذا اللسان، هذا طرف اللسان يلامس هذه المنطقة، تمام؟ قولوا معي ال ال لا 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 لا، لاحظوا حتى ممكن يظهر الآن أمامكم على الكاميرا، لا لا لو لو لي لي، حتى في الكسرة، في الضمة، في الفتحة، في السكون، اللسان هذا يلامس هذه المنطقة من الحنك الأعلى. طيب، حيز اللام من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه مع ما يحاذيهما من الحنك الأعلى، هذا منتهى حافة اللسان، هذه أدنى حافة اللسان، هذه أدنى حافة اللسان، وهذا منتهى الحافة، يعني اللسان في تشريحه هذا جذر، جذر الروت، الجذر اللسان، وسط اللسان، هنا منتهى الحافة، طرف، طرف اللسان. إذا أدنى حافتي اللسان آخر اللسان مع هذه المنطقة من الحنك الأعلى، فنلفظ اللام. مقارنة بين اللام المفخمة واللام المرققة، اللام المفخمة قولوا معي الله، الله، اللهم، اللهم، والله، والله، هنا قولوا معي لله، 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 لا إله إلا الله، لا إله، شايف؟ لا لا، حركة شكل اللسان في التفخيم يكون هكذا، والله، لاحظوا كيف أقصى اللسان كيف يرتفع قليلا، ونفخم لفظ الجلالة، نفخم اللام، هنا ينخفض جذر اللسان لترقيق اللام، نقول لا 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 لله. يلا أريد من رافع يده، ارفع، من يريد المشاركة يجعل يده مرفوعة دائما حتى أعرف وأنادي الذين يرغبون بالمشاركة، إن شاء الله ارفعوا يدكم. طيب، منال، ثم رحاب، ثم فاطمة، قولوا اللفظ الجلالة والله، ثم لله. والله لله طيب قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله إلا، إلا، إلا الله، لا إله إلا الله أحسنت، لا لا إله إلا، شايفين هذه اللامات الثلاثة مرققة، لا إله إلا، نعم
إلا الأخيرة تفخم معك، وهذه من الأخطاء الشائعة التي سوف نذهب إليها لاحقا إن شاء الله، كيف تخليص الحروف من التفخيم والتفخيم. لما تتجاور الحروف المفخمة والمرققة لابد أن يكون الحرف المرقق مرقق والحرف المفخم مفخم. إلا الله، لا تقول إلا إلا الله إلا الله إلا الله. إلا الله. ممتاز جدا، شكرا لك يا أختي. ريحة، والله لا إله إلا الله شكرا جزيلا لك، إلا ممتاز أحسنت. فاطمة، والله لا إله إلا الله إلا 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 الله، لا إله إلا الله ممتاز جدا. سفيان، والله لا إله إلا الله شكرا جزيلا يا أخي، بارك الله فيك. علا، نسرين، لا إله إلا الله إلا الله. إلا الله طيب جزاكم الله خيرا، نرجو الله أن يجعل لا إله إلا الله ثقيلة في ميزاننا وشفاعة لنا يوم القيامة، آمين يا رب العالمين. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، اللهم اجعلها آخر كلمة لنا في هذه الدنيا يا رب العالمين، واختم لنا بالحسنى. طيب إذا هذه اللام المفخمة وهذه اللام المرققة. مخرج النون من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة تحت مخرج اللام بقليل، ويصاحبها غنة من الخيشوم. سمى العلماء الجزء اللساني من النون النصف المكمل، وسموا الجزء الخيشومي النصف المكمل. النون، قولوا معي إن، لاحظوا النون اللسان كيف يكون وضعية اللسان هنا، والصوت صوت الغنة يأتي من الخيشوم. يشترك في إخراج النون جزئين، جزء خيشومي تمام، وجزء من الفم من طرف اللسان، هذا الطرف هنا. إن إن، أنعمت أنعمت، أن، حتى النون يعني غير المشددة هكذا تخرج، والنون مشددة وغير مشددة، ساكنة مفتوحة ضمة كسرة تخرج، ومعها هذه الغنة. هذه الغنة إما تكون كاملة وأكمل ما تكون عند الشدة، وإما أن تكون أقل غنة في حالتها العادية بدون شدة. مخرج الراء من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة قريبا من مخرج النون. إن إر إن إر، استكشفوا الآن الراء والنون، هذه راء، إر إر، إن إن، قولوا معي إن، ثم إر، إن إر، إن إر إر، هذه الراء إر، هذه إن إن إن، مخرج النون إن، هذه راء إر إر. الراء لا يشترك في إخراجها الخيشوم، أما النون فيشترك في إخراجها أيضا الخيشوم. إر إر، را را را، هناك راء مفخمة وراء مرققة سنأتي عليها أيضا لاحقا. مخرج الراء، الفجوة التي يمر منها جزء صوت عند نطق الراء، والتي لولاها لانقفل المخرج تماما، مما يؤدي إلى التكرير المنهي عنه. را را، لاحظوا هنا، هذا فجوة صغيرة جدا يخرج منها صوت الراء عند نطق الراء. را را را، لو انقفل هذا المخرج سيؤدي إلى تكرير الراء. وهذا خطأ، تكرير الراء تكرار الراء هذا خطأ لا يجوز أن نفعله. الرحمن خطأ، الرحيم خطأ، لابد أن نقول راء واحدة، الرحمن الرحيم، راء واحدة، الرحمن الرحيم. ما الفرق بين الراء المفخمة والراء المرققة؟ كما تلاحظون هنا يصاحب الراء المفخمة تقعر لوسط اللسان، تذكرون اللام، الله، لله، هنا أيضا را را، هنا ري را رو،
را رو، هنا ري ري، هكذا يكون شكل اللسان عند الراء المرققة ري. أما هنا فتقعر لوسط اللسان وتضيق في الحلق بخلاف المرققة را. شايفين تضيق هنا؟ هنا ما في تضيق عند الحلق. را، قولوا معي را رو، را الرحمن الرحيم. طيب هنا الراء ري، فرعون فرعون، ري رجال، ري رجال، ري رجال. ماشي. الطاء والدال والتاء، الطاء والدال والتاء. الطاء هنا طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، ولكن في الطاء يتقعر وسط اللسان دائما عند التفخيم. وسط اللسان يقدم جهدا، يقدم عملا إضافيا من أجل إعطاء صوت التفخيم لهذا الحرف، سواء كان طاء أو لاما أو راء. أما الدال والتاء من نفس المخرج، لاحظوا هذا مخرج الطاء، هنا مخرج التاء والدال، المخرج نفسه، ولكن في الصوت وفي التفخيم والترقيق الطاء يكون فيها تفخيم والدال والتاء لا يكون فيها تفخيم. قولوا معي الطام الطام، مطمئن، يا أيتها النفس المطمئن. الدال والتاء أنتم موعود وشاهد ومشهود. د د د ت اد 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 ات. أنا أتمنى الجميع مع كل حرف، مع كل كلمة، مع كل مثال أقوله تكررونه ورائي، حتى ندرب أنفسنا على نطق الحروف واستكشافها واستكشاف مخارجها. مخرج الصاد والسين والزاي، الصاد منتهى طرف اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، فيخرج الصوت من فوقها مارا بين الثنايا العليا والسفلى. كما ترون هنا تقريبا مخرج واحد للصاد للسين للزاي، ولكن في الصاد حرف مفخم وتقعر وارتفاع لوسط اللسان حتى نلفظ الصاد مفخمة. الصاد السين الزاي، صاد، قولوا معي صاد سين زاي، صاد سين زاي، صاد، فخم الصاد، فخم الصاد، صاد سين زاي، إز إز إس إس، صاد، والصالحون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. طيب هذه الصاد والسين والزاي، والصاد فالسين فزاي تتلى منه مصاحبا فويق السفلى، هذا ما قاله صاحب لآل البيان. أص أس أز، هذه الحروف تسمى إيش أيضا؟ تسمى حروف الصفير، تسمى حروف الصفير. أس أز ينخفض أقصى اللسان، مؤخر اللسان، مؤخر اللسان، آخر اللسان، جذر اللسان ينخفض. إس إز، زينا السماء، قولوا معي زينا السماء، زينا السماء. أما الصاد فيرتفع أقصى اللسان، مؤخر اللسان يرتفع. والصافات صفا، والصافات صفا، تمام. صفير السين يشبه صفير الزاي، إز إس إز إس، وهكذا. تعالوا نذهب إلى اللوحة الثانية، الظاء والذال والثاء.
طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. ض ض اف اذ ظا ظا ظا. تفخيم الظاء، الظاء من الحروف المفخمة، الضاد من الحروف المفخمة، الخاء من الحروف المفخمة، الذال والثاء ليست من الحروف المفخمة، ذال ثاء ظا. لاحظوا دائما التفخيم يرتفع أقصى اللسان، ذال ثاء. مخرج الفاء هذه تكلمنا عنها في مخرج عندما تكلمنا عن الشفتين، لكن نمر عليهما الآن إن شاء الله مرة ثانية للذكرى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وإن كان بقي معنا وقت قليل، لكن معلش مخرج الفاء من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. اف من هنا، اف اف فا فو في فا فو في. مخرج الواو غير المادية أو بانضمام الشفتين إلى الأمام مع ارتفاع أقصى اللسان، أو و والله والله هو هو هو. لاحظوا الواو غير المادية بانضمام الشفتين، و والله هو الله هو بانضمام الشفتين. مخرج الباء بانطباق الشفتين على بعضهما، اب ب اب اب بي بو ب ب بو بي اب. هذه مخرج الباء من الشفتين بانطباق الشفتين. مخرج الميم، سنتذكر الآن مخرج النون أيضا. مخرج الميم بانطباق الشفتين ويصاحب ذلك غنة من الخيشوم. وسمى العلماء الجزء الشفوي من الميم النصف المكمل، وسموا الجزء الخيشومي النصف المكمل. الجزء الشفوي نصف مكمل، والجزء الخيشومي نصف مكمل. هذا جزء شفوي، هذا جزء خيشومي. قولوا معي، ثم ثم ما ما مو مي. مع الميم المفتوحة والمضمومة والمكسورة هناك أيضا غنة، يعني الميم لا تخرج إلا مع صوت من الخيشوم. هذا الصوت الغنة إما أن يكون قصيرا، وإما أن يكون طويلا، إما أن يكون محققا أكمل ما يكون، وإما أن يكون غنة عادية فقط لمقدار إخراج هذا الحرف. أم ما مو مي ثم ثم ثم. تمام، كرروها ورائي لو سمحتوا. ثم والشفتان منهما ثلاثة، باء فميم ثم واو تثبت. هذه مما قاله صاحب لآله البيان أيضا. طيب الآن الغنة من حيث كونها حرفا هي صوت يخرج من الخيشوم التجويف الأنفي، وتكون مصاحبة للنون والميم في كل أحوالهما، إلا أن طولها يختلف بحسب وضعهما. النون لا تخلو نون من غنة، نون نون، ولا تخلو ميم من غنة، دائما معنى ميم، دائما معنى غنة مع الميم المفتوحة والمضموم والمكسورة، نون فتحة، نون ضمة، نون كسرة، نون سكون، نون شدة، كلها تحتاج إلى غنة، إلى غنة. دائما الغنة تصاحب الميم والنون. الخيشوم هو أقصى الأنف، هذا الخيشوم هو أقصى الأنف من الداخل، وفيه مخرج واحد تخرج الغنة. الغنة هذا من مخرج من الخيشوم، وهو دكتور صوت للنون. الغنة شو يعني؟ انك يعني انت بتتكى على الصوت، يعني بتقوي العصب، الغنة صوت يخرج من الخيشوم. بس قديش طوله يعني؟ تمام، قديش طوله؟ سنأخذه لاحقا إن شاء الله. إذا كانت مشددة تكون غنة أكمل ما تكون. إذا كان فيها إدغام، إذا كان فيها إخفاء أيضا نتحدث عنها إن شاء الله. لكن عموما الميم والنون في لفظها مفتوحة ولا مضمومة ولا مكسورة ولا ساكنة تخرج معها غنة ولو جزءا يسيرا. أصلا لا أستطيع أن أقول ميم أو نون. أيوة، أنعمت، قولي أنعمت، أنعمت، أغلقي أنفك، أقعقت،
أغلقي أنفك وقولي أنعمت. أنعمت، لا لا، أغلقي أنفك كاملا وقولي أنعمت. ما بقدر. أيوة، ما بتدري، لا تصيك نطق، لا تستطيع أن تقولي أنعمت إذا أغلقت. ليش؟ لأنه أغلقنا مخرج النون والميم. أنعمت، لأنه في هواء بيطلع من التن وهواء من المناخير، الاثنين مع بعض. تماما. إذا يشترك الجزء الخيشومي والجزء الشفوي، الشفوي في لفظ النون. لا تخلو نون ولا ميم من الغنة. تمام، الله يبارك فيكم. سواء كانت الميم والنون مشددة أو مخفاة أو مظهرة أو متحركة، لابد أن تكون هناك غنة. لا يستخدم الخيشوم إلا مع النون والتنوين والميم. وهناك خطأ شائع عند البعض، يستخدم الخيشوم والغنة مع حروف المد. لاحظوا هذا الخطأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظوا كيف الغنة تأتي مع حروف المد. هذا خطأ، هذا لابد أن نستدركه وأن ننبه عليه لاحقا إن شاء الله. لكن الخيشوم لا يعمل إلا مع النون والميم وفقط، مع الغنة والنون والتنوين فقط. أما مع حروف المد، ينبغي أن نخلص الحروف المدية من هذه الغنة التي هي خطأ شائع عند البعض، وللأسف عند بعض القراء وعند بعض من لهم تسجيلات، ربما يقعون في هذا الخطأ، يضيفون مع الحروف المدية الغنة، وهذا أيضا خطأ. طيب، لا تخلو نون أو ميم من غنة، فالغنة من حيث أنها صوت فهي جزء من الميم وهي جزء من النون، لذلك هي مخرج، يعني مخرج الغنة لها مخرج هو الخيشوم. صفة زمن الغنة التي سألتي عنها أختي الفاضلة من حيث الطول والقصر، هي صفة من صفات هذه الغنة، غنة قصيرة أو غنة طويلة. الغنة من حيث كونها حرفا هي صوت يخرج من الخيشوم، وتكون مصاحبة للنون والميم في كل أحوالهما، فتكون أكمل ما يكون في الحرف المدغم، ثم في الحرف المخفي، ثم في الحرف المظهر، ثم في الحرف المتحرك. وسنتحدث عن زمن الغنة وطولها لاحقا بإذن الله تعالى. طيب، إلى هذا الحد نقف، وسنتكلم لاحقا إن شاء الله ونكمل حديثنا عن صفات الحروف العربية، ونعيدها مرة ثانية من أجل التكرار، لأنه بدأنا بها وسنكملها إن شاء الله في المرة القادمة. الذي أرجوه منكم أيها الإخوة والأخوات الكرام، أن تراجعوا هذه المعلومات معكم الكتاب إن شاء الله، راجعوها، راجعوا هذه الحلقة أيضا من التسجيل، وكرروا واقرأوا. وأريد منكم أن تقرأوا وتستمعوا للشيخ الحصري قدر ما تستطيعوا، اجعلوه هو يعني وظيفتكم اليومية، استمعوا له وابدأوا به سورة الفاتحة، سورة الناس، سورة الفلق، سورة الإخلاص، وهكذا جزء عما كاملا. سأرسل لكم مقطع رابط للاستماع إن شاء الله. أيضا عندي رابط الفيديو الذي أنا سجلته مع في يوم من الأيام مع طلابي قبل سنوات عديدة، فيه استماع لتلاوتهم وتصحيح لتلاوتهم، أرجو أن تستمعوا إليه أيضا. لعل أخت ندى الرحاب ترسل لكم إن شاء الله هذه الرابط، لأن رابط تسجيلات جزء عامة مع طلابي، ورابط للشيخ الحصري للاستماع إلى جزء عامة. نجعل وظيفتنا خلال هذه الدورة الاستماع إلى جزء عامة، قصار سور، ومن سورة الناس إلى سورة عامة إن شاء الله، حتى نركز عليها ونتقنها إتقانا كاملا إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وألقاكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء القادم. الشاشة. نعم، سبحان، أنا لسه دورت على الكتاب ما حصلت على المكاتب هنا في المنصور، فوين أحصله؟ سنرسل لك إن شاء الله رابط تحصلينه أونلاين، ويأتي إلى بيتك، إلى العنوان مباشرة بإذن الله. سنرسل لك العنوان بإذن الله. مكتبة مركز نبراس يديره أخي وصديقي الشيخ أحمد الحمصي، المقرئ، وما شاء الله رجل مهتم في توزيع الكتب الإسلامية في أمريكا. ويعني أخبرني أنه الكتاب متوفر في اللغة العربية وفي اللغة الإنجليزية، والحمد لله كثير جدا من الإخوة والأخوات يعني أحضروا الكتاب الورقي. نحن نحترم
صاحب الكتاب ونحترم الحقوق الطبع والنشر وكذا، لأنهم لهم رغبة أن يكون لهم أن يكون الكتاب يعني الورقي هو الذي يتداول ويوزع. فالحمد لله ثمنه يعني ليس بذلك الغلاء، بل ثمنه إن شاء الله يعني معقول مقارنة مع الجهد الكبير المبذول في هذا الكتاب. نرسل لكم الرابط إن شاء الله الحصول على النسخة الورقية من التجويد المصور. السلام ماشي، عليكم دكتور. عليكم السلام. إذا سمحت التسجيل اللي طلبته عشان صورة الشرح ما عرفت وين بعده. لا ترسليه، أنا لا أستطيع الآن استقبال المقاطع. سجلوه لأنفسكم واسمعوه أنتم وقارنوا بين صوتكم وصوت الشيخ الحصري. بارك الله. نعم، طيب شوف تسجيلك وين أحصل إذا عايزة مثلا نرد على الشرح. سنرسله لكم الآن إن شاء الله على رابط الواتساب وتليجرام. أنا مش معاكي في الواتساب، ما أدري. طيب، اكتبي رقمك وتتواصل معك الأخت رحاب إن شاء الله. الآن أكتب رقمي. اكتبي رقمي أو خذي هذا رقمي أنا. لا أريد أكتب الآن. طيب، هذا الرقم عندك، أرسلي رسالة ونرسلك المعلومات كلها إن شاء الله، وأرسلي عنوان الإيميل. طيب، أستودعكم الله يا أيها الإخوة والأخوات، تذكروني في دعائكم الصالح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خير. عافاكم الله، جزاكم الله خيرا لحضوركم، جزاك الله خير. وإياكم إن شاء الله. Recording stopped. وعليكم السلام.